دي بس اللي كان فيها قرارات، كان في قرارات كتير عليها كلام ومش صحيحه، وده اللي الاهلي متعود عليه للاسف، بيبقى فيه دايما ظلم تحكيمي في اوقات كتير جدا. المهم خلينا نروح من خالد عبد الفتاح لعمرو السوليه لاعب وسط الفريق، واللي كان اتعرض لاصابه في عضله السمانه في البطوله، وقال الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان اللاعب هيستمر في برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد الرجوع للقاهرة علشان يتخلص من الإصابة ويخضع لفحص طبي في تدريبات الفريق يوم الأربعاء اللي هو إن شاء الله بعد بكرة، علشان يحسم موقفه، هل هيقدر يلحق ويشارك في مباراة الهلال السوداني ولا لا. يعني بإذن الله يقدر إن هو يرجع بالسلامة ويشارك في المباراة الجاية.